حبيب، الطفل المحروم، هذه هي الصفة التي أطلقها على نفسه. حرمه مرضه العضال لهو الأطفال. ساعات وقت نحب نلعب مع صحابي من الجمش، نحب نلبس برمال ما تخلينيش. حرمه أن يشتهي ويأكل كباقي الصغار. ساعات يجيب كاستروتيت مطبخ، ساعات يجيب يغرت بطاطا اللي ما ممنوع عليه هذيك ما ناكلهاش. 11 سنة يعاني من انتفاخ بساقه اليمنى، واليوم تسرب إلى نصف جسده. تحاليل وفحوصات وأدوية، حياته تتلخص في مكانين، المستشفى والمنزل، وبين هذين المكانين ذاق صدره. نحسش بي يعني كما بخيته وكتشوف فيه يسر ولدي يسر، من ربي يعني ربي يشفيه وكهو. لكنه متمسك برحمة الله الواسعة، ففي كل صلاة يدعو بالشفاء ويرجو من الله أن يعيش باقي العمر كباقي الأطفال. ندعي الرب باش يشفيني، نحب نوليك الصغار الكل. تعيش هذه العائلة ظروفا اجتماعية هشة، فلا من معين، أب مريض عاطل عن العمل. لا لا ضايا هاك تشوف شغل ضايا، نخدم من ما عارف من نهار نخدم 10 مانيش قادر باش نجم نخرج البر. السبيطار كل مرة يقولوا لي مرض، عنده مرض يطلع ما هوش. تحليلات اللي خلق مربي عملناها. اخر حاجه الطبيب عطاتني رئيس الطبيب عطاتني ورقه قالت لي راهو عندنا ماكينه ما عندناش في تونس، فما كان البرة. فهمتني انا حارت معناتها الاولاد، نحب نعرف عاش بولدي الدواء برا كاش حاجتي. ام تنتظر جنازه في بيتها كل يوم، دموع ودموع، تتذرع من الله ان يرأف بحالها. مرض ابنها غامض ودواؤه خارج حدود الوطن، والمعضلة أن العين بصيرة واليد قصيرة. تولد لباس عليه يعني، وليد عام الشاب ده يظهر، ولد عامين الشاب ده يظهر أكثر وأكثر. نفخ يعني ما كانش هكا نفخ يعني كما هكا، لا أما تو زادت نفخت بالكتاب زادت ياسر. يعني شهر اللي فات كرخت بيه بالحمرة حشيك بصفة غريبة، السخانة من 40-41-39 ما تهبطش. ولدي 4 أيام عبارة إنسان ميت، 4 أيام لما يأكل الأشرب كان السيروم يمشي فيها كهو. حبي يعملوا لي حل. مسيكر ما يلعبش كيف الصغار، ما يأكلش كيف الصغار، أمه تعبة ديما تبكي قولي بلك شي تو يموت لي، بلك شي ما يعيشش، بلك شي ما يكبرش، ديما تخمم علي. هو كيف ربيها ساعات يبدا يبص فيها، يا ماما لباس يا ماما لباس، يبدا هو اللي يصبر فم. كي يمشي للمكتب يتعب، كي يمشي ديما توجو اقل خبش اقل حاجه يمرض يا بالحمل يتضرب اقل حاجه. ترسلوا ورقه 11 سنه ترسلوا ورقه في السبيطار يضرب جمعه جمعتين. فما العمل اذا كانت هذه العائله غير قادره على توفير ابسط مستلزمات الحياه؟ ظروفك تشوف، تشوف الظروف. أنا في الدار يعني كان هو يخدم كهو، وأنا كيما توا عندي شهر مرتاح، زيد السرسوري مفلق زيد تفلق تفيد السرسوري، عندي 3 فتقات السرسور حاكمين عليا بالعملية. وحبيش نعملها خاطر كيفاش نعملها أنا، مش ناخد في الدار معاش نقاومني، على الأقل تحبلي 6-7 شهور أنا نطيش في الفرش. فهل ستقدر على مصاريف العلاج بالخارج؟ سؤال تتمنى هذه العائلة أن تجد له رد من الحكومة أو القلوب الرحيمة. بلاش تحبل تحبلوها 60-70 مليون جنيه. ما قلتش بها خاطر ظروف حاكمة، ظروف حاكمة عليا، ظروف حاكمة عليا ما نجمش نقوم بها. لكل إنسان اللي لازم يعاوني يرى لي حل للولاد، لو نطلب واحد نطلب باش الولاد يراو لي ليه له حل. مهما واحد عنده قدره في حاجه يعملها ويرحم والديه من فوق. حبيب،
طفل يحمل البراءة بين عينيه والابتسامة بين شفتيه والدعاء بين يديه، ينتظر شفاء من الله قبل كل شيء ويحلم بغد أفضل.